عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف أشارك معكم فيها وصفة جد قوية لعلاج مشكل فقر الدم الحاد، يعني الأنيميا. هذا المشكل الذي يعاني منه العديد من الأشخاص كبار وصغار، فاليوم أحببت أن أشارك معكم هذه الوصفة. مكونات هذه الوصفة كما تشاهدون، سوف نحتاج فقط إلى عسل النحل الطبيعي، وسوف نحتاج إلى كمية من العدس. طريقة استعمال هذه الوصفة طريقة جد بسيطة أحبائي الأعزاء. إذا أمكنكم إحضار عسل النحل الطبيعي الأسود فيكون أحسن، لأنه يعطي أفضل النتائج. وإذا لم تتوفر على عسل النحل الأسود الطبيعي، يمكنكم عمل عسل النحل الطبيعي، المهم أن يكون عسل النحل الطبيعي 100%. طريقة تحضير هذه الوصفة طريقة جد بسيطة. بالنسبة لحبوب العدس لكم الاختيار أحبائي الأعزاء، لمن يرغب في تحميصها ممكن أن يقوم بتحميصها، ومن لا يرغب في تحميصها يمكنه أخذها هكذا، فهي مقبولة وفي كلتا الحالتين مفيدة جدا في التخلص من مشكل فقر الدم الحاد. طريقة التحضير كما قلت هذه الوصفة طريقة بسيطة أحبائي الأعزاء. نأخذ كمية قليلة من العدس، مثلا نصف كيلو، لا نقوم بطحن الكثير، فقط نقوم في أول المرحلة نقوم بأخذ نصف كيلو من العدس، ثم نقوم بتنظيفه جيدا. كما قلت، لمن يرغب في تحميصه قبل طحنه ممكن أن يحمصه، ومن لا يرغب في تحميصه يمكن أن يطحنه هكذا بعد تنظيفه جيدا. نقوم بأخذ نصف كيلو من العدس ثم نقوم بطحنه أحبائي الأعزاء للحصول على بودرة العدس. طريقة أخذ هذه الوصفة، هذه الوصفة نأخذها مرتين في اليوم. لمن يعاني من مشكل فقر الدم يعني خفيف، يمكنه يعني عمل بعد استعمال هذه الوصفة لمدة أسبوع، يمكنه عمل تحليل للتأكد من أن الوصفة فعلا تعطي النتائج. ولمن يعاني من مشكل فقر الدم الحاد يمكنه الصبر قليلا واستعمال هذه الوصفة أطول مدة، مثلا من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ويقوم بعمل تحاليل لمعرفة أن الوصفة فعلا جد فعالة في التخلص من مشكل فقر الدم. وهذه هي الوصفة للكبار والصغار. طريقة أخذ هذه الوصفة يوميا قبل وجبة الفطور، نأخذ من بودرة العدس التي حضرناها، نأخذ منها ملعقتان صغيرتان، ثم نضيف إليهما ملعقتان صغيرتان من عسل النحل، ثم نخلط هذان المكونان جيدا ونتناولهما قبل وجبة الفطور. وأيضا قبل النوم مباشرة نكرر أخذ هذه الوصفة أحبائي الأعزاء. كما قلت، لمن يعاني من فقر الدم يعني خفيف وليس حاد، يمكنه بعد مرور أسبوع عمل فحص يعني تحليل. ولمن يعاني من فقر الدم الحاد يمكنه الاستمرار على أخذ هذه الوصفة لمدة 3 أسابيع، ويمكن له حينها عمل فحص بالنسبة يعني ليتأكدوا بأن هذه الوصفة جد فعالة في التخلص من مشكل فقر الدم. ودائما أترك لكم الاختيار أحبائي الأعزاء لعمل بحث بسيط على مكونات الوصفة قبل استعمالها. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذه الوصفة للتخلص من مشكل فقر الدم الحاد يعني الأنيميا. وأيضا بالنسبة لذوي أمراض السكري، لابد قبل استعمال أي وصفة استشارة الطبيب، ولمن يأخذ دواء معين لابد أيضا من استشارة الطبيب قبل عمل أي وصفة. وأتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى، وأتمنى منكم أحبائي الأعزاء ألا تبخلوا عني بالدعاء ثم الدعاء، والانضمام إلى أسرة قناة جربحكم المتواضعة، وأن تشاركوا وصفاتي مع الأهل والأحباب جزاكم الله خير. وألا تبخلوا عني أحبائي بالتشجيع بلايك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.